قبل الاستعمار كانت مجتمعات شمال أفريقيا تسير وحدها أغلب الأراضي والموارد الطبيعية. في الوقت ذاك المجتمعات أو المجموعات البشرية كان عندها ما يكفي من الاستقلالية باش ياخذوا القرارات على حسب الحاجيات الإنسانية والبيئية المحلية متاعهم. في الوقت ذاك الأغلبية متاع الأراضي كانت يا إما جماعية ولا متاع اللي خدمها بيديه ولا متاع ربي. كيف جاء الاستعمار فك أرض جدودنا ورد الملاك يخدم بالأجرة. فك البحورات باش ما يصطاد فيهم كان هو، واستولى على غيب باش يستغلها لمصلحته ملك أرض ربي. وهكاكا ولت البيئة اللي كانت معايشتنا وتوكل فينا ماكينة تصدر أحسن ما عندنا وتستورد أخيب ما عندهم. عرق جدودنا والدينا وعرقنا، عرق الفلاحين، عرق الخدامة، عرق البحارة وعرق السراح ومربي الماشية، ولا الكل ربح صافي للاستعمار. السيادة الغذائية هي الحق في الحصول على الغذاء وحق إنتاجه، هو حق الشعوب والمجتمعات المحلية في قرار السياسات الغذائية والترابية اللي تناسب الخصوصيات متاعها. والمقصود لهنا كافة الخصوصيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فكرة هذه اللي هي في الحقيقة مشروع مجتمعي بنوها الملايين من الفلاحين والمنتجين الصغار من العالم الكل كجواب لفكرة الأمن الغذائي اللي بنوها وتبنيوها المؤسسات المالية العالمية كيف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. على خاطر ما قلت الأمن الغذائي تعتبر أنه المهم هو أنه تكون الإمكانيات المادية والاقتصادية والاجتماعية للوصول للغذاء متاحة للجميع. ولهنا الواحد ينجم يتسائل شنو الفرق بين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية. الأمن الغذائي يتكلم على إمكانية الوصول للغذاء، بينما السيادة الغذائية تحكي على الحق مش على الإمكانية. والحق في حاجتين، في الوصول إليه يعني الحصول عليه، وكذلك في إنتاجه. وقت اللي الأمن الغذائي يروج للتجارة العالمية بالغذاء، السيادة الغذائية تدافع على الإنتاج من أجل استيفاء حاجيات الشعب. بالنسبة لأصحاب الأمن الغذائي المهم هو توفير الغذاء بأي طريقة، حتى كان مضرة بالمجتمع والبيئة، حتى كان تضرب الاستقلال الغذائي. الأمن الغذائي يركز على استيراد والتصدير والتجارة والربح، وهذاك علاش ما يعتبرش الغذاء حق. وبصراحة مش صعيب باش نفهموا مفهوم الأمن الغذائي على خاطر هو النظام اللي ماشيين به حالياً. اتناخذوا كمثال عاملة في موسم البرتقال تخلص في شركة كبيرة. العاملة هذه اللي هي في الأصل فلاحة تخلص 10,000 في النهار باش تجمع برتقال اللي يتصدر البرة. ولهنا أصحاب الأمن الغذائي باش يقولوا لنا هاك البرتقال اللي جمعته باش يدخل العملة الصعبة للدولة اللي باش توفر المواد الغذائية الأخرى اللي تحتاجها هاك العاملة. هذاك علاش تولي الأجرة الزهيدة متاع العاملة الفلاحية في بلداننا ميزة مقارنة تقوي في قدرتنا التنافسية على الصعيد العالمي. ولكن ملي دخلنا في السوق الحر ولا يتصدر بكميات كبيرة وبالدولار، طاحت الجودة متاع البرتقال وطلع صومه في السوق الوطنية. العاملة اللي تخدم في جمعان البرتقال وتخلص 10,000 في النهار ما عاش تنجم تشريه لأولادها. كيف تجيبش تشري المواد الأساسية الأخرى كيما السميد والسكر والخضرة والتاي؟ ما
تلقى روحها تصرف أكثر من اللي تدخل، إذا من غير ما نحسبوا الحم والحوت. خلي عاد من القراية والسكنة والصحة. يعني هي بالحق الماكلة موجودة، وننتجوها ونستوردوها ونصدروها، يعني عموماً فما الإمكانية للوصول إليها، لكن اقتصادياً المواطن ما عندوش الحق فيها، وهذا ما هو إلا واحد من التناقضات الموجودة في مفهوم الأمن الغذائي في النظام الغذائي العام السائد، واللي تطرح حركة السيادة الغذائية بالمقابل هو أنه هالطريقة في الإنتاج الغذائي ما هيش في مصلحة الشعوب. إذا من جهة أصحاب الأمن الغذائي يقولوا لي لازمنا نركزوا على إنتاج المواد اللي نجم نصدرها ونستوردوا المواد اللي حاجتنا بها باش نستهلكوها من برا، من جهة الأخرى الحركة من أجل السيادة الغذائية تقول اللي لازمنا نركزوا على إنتاج المواد اللي نستهلكوها، إذا ظل حاجة وقتها نصدرها. إذا من جهة أصحاب الأمن الغذائي يراو في الأجرة الزاهدة متاع خدمة الفلاحة والبحارة ميزة مقارنة، السيادة الغذائية تدافع على الحق في مدخول كافي كريم لمنتجي الغذاء والحق في استهلاك أحسن ما فما. وإذا من جهة أصحاب الأمن الغذائي ما يغزروش للتكلفة المائية كيف يصدر المواد كيما الطماطم والبرتقال والدلاع، وما يهتموش بالتداعيات البيئية كيما الجفاف. الجهة الأخرى فكرة السيادة تقترح إنتاج زراعي إيكولوجي يحافظ على المال للأجيال الجاية، وإذا من جهة أصحاب الأمن الغذائي يفرضوا سلطة الأعراف والشركات الكبرى الخارجية والوطنية على الأراضي والموارد الطبيعية، حركة السيادة تطالب بحق المنتجين الصغار والعاملين في إنتاج الغذاء باش يسيروا ينظموا استغلال هذه الموارد بشكل ديمقراطي. بلغة أخرى السيادة الغذائية تطالب بالحقوق والقوة للشعب باش يحكم نفسه بنفسه.